في حرب فاطمة قامت على ساقها مجد على الركب سلت مي حدادا من مغامدها قادت بها الصعب منكم بل وكل أب غارت على ظمأ منكم بحور ندى في وقعة الصف يا الله للعجب غابت مضرجة منكم بدور دجى في كربلاء وهوى كالأنجم الشهب في معركة أيتمت فيه بنو مضر والكل من مضر أنسى بغير أبي ومعركة أودغت ابن المصطفى غرضا لأسهم غير قلب الدين لم تصب لله أعباء صبر قد تحملها لم يحتملها نبي أو وصي نبي والكل رام مواساة ابن فاطمة والكل غام مواساة ابن فاطمة فما لقوا بعض ما لاقى من النوب فإن يكن آل إسرائيل قد وضعوا كريم يحيى في طشت من الذهب فآل سفيان يوم الطف قد رفعوا راس الحسين على العسالة السلب وهل حملنا ليحيى في السبا حرم كزينب ويتاماها على النجب كل تنادي ولا غوث يجيب ندا
أين الزرايا زرايا إخوتي وأبي شالوا الزين العابدين مجيدين ولا طلع فزاع من أرض المدينة يطير روحي بالخبر لهم وسعي وروحي إلى قبر النبي عزي والنعي وعرج على اللي في الجبار وتصيح ضلعي كسر الضلع بسعى لا تتذكر يا عين سبطني قال ليش احمد المختار سكتي جاه يؤذيني يا زهرة انت سمعتيه واليوم مات بكربلة ولا حضرتيه ولا حضرتي يوم بتشيل الضعيم واللي عليه الشمس غابت وقت الطلوع من الحزن والبلوى بقت محنية ضلوع تعاين على العسال راس حسين مرفوع كل ما سمع منها الونين يدير عينه والكل غامض واساس ابن فاضل مواساة أي التشبه به من الأنبياء والأوصياء إلا أنهم وجدوا أنفسهم كما مر عليك في الليلة الماضية أن قواهم العقلية والإيمانية لا تتمكن من حمل مثل تلك الرزايا المتوالية والكل رام مواساة ابن فاطمة فما لقوا بعض ما لاقى من النوب لأن مقتضى عدل الباري جل وعلا أن لا يفتن عبده بأن يكلفه أكثر ما أعطاه من تحمل ومحمل فإنه إن فعل ذلك وحاشاه يكون ظالما وكيف وهو يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالأنبياء والأوصياء وإن كان المضمار واحد وهو الجهاد في سبيل الله
إلا أنهم لما أن كانوا غير قادرين على تحمل مثل هذه الرزية تنفلوا من حمل مثلها في سبيل الجهاد في سبيل الله. فلذا هم متفاوتون في البلاء أي في الاختبار، فبعضهم بلاؤه أشد من بعض، وشدة البلاء وعظائمه إنما هو دليل على رتبة المبتلى أي رتبة المختبر. فإن المدرب والمعلم والمدرس إنما يبتلي التلميذ أو يمتحن التلميذ على قدر ما يعلم من تحمله وهضمه لما قد علم. فأعلم إنسان بالتلميذ هو معلمه لأنه يفهمه فهما جيدا. الله سبحانه خالق الخلق وهو العالم بمقادير تحملهم في حوار بدني وعقلي. فلذا كانوا في مجال الابتلاء والامتحان مراتب، إلا أنهم يجمعهم هدف واحد وغاية واحدة وهي الجهاد في سبيل الله. وهذه هي جوهر المعركة التي منذ فجر التاريخ الإنساني وإلى الآن، المعركة بين المحقين وبين المفسدين، بين أنصار الحق وبين أنصار الباطل. فمنذ احتدمت المعركة بين الشيطان وآدم، وتسبب الشيطان في إخراج آدم من الجنة وطرد الجميع منها، أصبح الكل للكل عدو. الشيطان ظاهر العداوة لآدم وحاقد عليه، وآدم أيضا ظاهر العداوة للشيطان وحاقد عليه. منذ ذلك الوقت استمرت المعركة، ففي كل زمان وفي كل مكان أنصار لكلا المبدأين. فللحق أنصار وللباطل أنصار، إلا أنه يستمهر على مدى التاريخ أن أنصار الباطل في كل زمان هم أكثر بكثير من أنصار الحق. ترى ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك هو أن الحق ضد النفوس والباطل صديق النفوس.
تهوى إلا الباطل ولا تأمر إلا بالباطل ولا تميل إلا بالباطل. فلما اعتبرها الرسول هي ألد عدو الإنسان فقال أعدى الأعداء إليك نفسك التي بين جنبيك فهي شيطانك الأكبر. ولما كانت النفوس تحمل بغريزتها حب الباطل والميل إليه وكان أكثر الناس في كل زمان إنما تملكهم نفوسهم لذا صار في كل زمان أنصار الباطل أكثر بكثير من أنصار الحق. ولكن رجال الحق الذين تنطبق عليهم هذه الكلمة بمعناها الكامل، وأعني رجال الحق الحقيقيين لا المزيفين أو الانتمائيين من الذين يدعون أنهم مع الحق أو يحبون أن ينتصر الحق لكنهم لا يريدون أن يبذلوا في سبيل نصرته شيء ولا أن يتحملوا في سبيل نصرة الحق أي ضرر، فالسلام عندهم هي الغنيمة. لما تجد هؤلاء دائما وابدا يقفون من الصراع موقفا متفرد الذي لا يهمه ان يغلب هذا او يغلب هذا، انما ينتظر من الغالب ليقول له عفرين. فإن غلب الحق الباطل قال للحق عفرين، وإن غلب الباطل الحق قال للباطل عفرين. وين ما دار الهوى درنا هؤلاء أوهموا أنفسهم أن موقفهم بالنسبة للصراع صحيح، ولا والله ما هو منطقة محايدة بين الحق والباطل، لأن الله يقول فما بعد الحق إلا الضلال. فمن تنحى عن الحق دخل في الباطل، ومن ضج محايدا مات. نعم، إذا لم يتبين الحق من الباطل والباطل من الحق، ووقعت الشبهات ولم تعرف أين الحق المتمحض وأين الباطل، فعليك أن تقف منتظرا أن يتميز الحق لتكون من أهله، ويتميز الباطل فتقصد حره ومناولته. وهذا قول أمير المؤمنين سلام الله عليه: كن في الفتنة كفن له. ابن زبون هو الجبل الذي بلغ الثالث من العمر، الجبل رجال عظيم الجثة لكن نضجه بطيء، نضجه بطيء. شوف العم ما
مثلا في رأس ستة أشهر الديس يرفع والأنثى تحت من ستة أشهر، والجمل على كبر جثته يبقى بلوغه بطيء، وكذلك النار بلوغها بطيء. فإذا الثلاث سنين يسمون العرب ابن لبون وبن لبون، فبنت اللبون ما تحمل حتى تلد ويكون في ضرعها حليب، وابن اللبون لا يستطيع حمل الأثقال على ظهره لأن بعد ما يبلغ ما يمضي، فإذا ضرب به أمير المؤمنين مثلا فقال كن في فتنة كابن اللبون لا ظهر له فيركب ولا ضرع له فيركب، يعني ليستفيد منك جانب بفائدة، لأن هو بين أهل الحق يصير حرب، بين المحبين يصير حرب وانفصال، يبلغ إلى الحرب لا. ولكن يكون بين الباطل والحق وبين الباطل والحق. ولو نظرت في كثير من القضايا العالمية والفتن إلا قليل لرأيت الدنيا باطلا يضرب باطلا. لقد قامت حربان عالميتان ونحن في انتظار الثالثة، ترى قساس حل حربين منهم حق باطل؟ لا، باطل يضرب باطل. فعجبوا إذا كان الأمر كذلك كن في الفتنة كابن اللبون، ليس في الفتنة جانب. أما إذا رأيت الحق وتمحض لك وجب منك التحيز لا ومجانبة الباطل. أما أنك مع روح الحق ومع روح الباطل دون موقف حيادي، إذا أنت مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أفهذا موقف صحيح؟ لا طبعا. يقول عبد الله بن أبي يهود رأيت يوم الطب أكبر من 500 شيخ من شيوخ الكوفة على درعة كبيرة، والحسين يجول في الميدان والدم تجري على وجهه شيخ، وقد قتلت جميع انصاره، ويسمعون الضج في المضارب من الاطفال والنساء، ويسمعون صرخات الحسين واستغاثاته على الناصر، وهم على الدمعه الواحد رافع اللهم انصر الحسين، اللهم انزل على وليك الحسين النصر على اعدائه. يقول البخاري عبد الله بن ابي يهود هذا من جملة المحاربين، لكن الموقف المائع كره. واعتبره موقف ضعيف ووجه قبيح، إمام الأنصار بن زياد مقتدرون المعركة أو أنكم أنصار بن حسين مقتدرون، فلذا ناداهم يا حمقاء هذا وقت دعاء؟ وقت الدعاء يوم تصيرون حاضرين.
عظيم تسمعوا استغاثة لازم من الزهر وتسمعوا ضجة عيال وأخواتكم. لو دعوتم وأنتم غير حاضرين له بالنصر على أعدائه، أما وأنتم ترونه وحيدا والجيش قد احتوشوه تحت وجوه يريدون قتله، فشنو هنا معنى الدعاء؟ الدعاء الصحيح هو تجريد السيف والوقوف إلى جنب الحسين والضرب. هذا دعاء. وما يدعى كلامي له قيمة إلا بهذا. نعم اضربني بسيفك دون الحق مدعو. أما أنك تقتصر على نصرة الحق اللهم اللهم، شنو قيمة دعاك هذا؟ في أرض سبحان. شهدنا عمي، وهذا هو سر تغلب الباطل على الحق وتغلب أهل الباطل على أهل الحق، هو أن أكثر أهل الحق لا يؤدون حق الحق ولا هم أهل حق فصحا وإنما أهل دعوى. نحن اليوم في قضية شخص وبطل من أبطال تاريخ الجهاد الطويل، وهو البطل يحيى بن زكريا بن زكريا. فهذا الرجل قتل في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الباطل ومعارضة. ترى أين مؤمنو بني إسرائيل؟ وين الذين يملؤون بيت المقدس؟ إذا حضر وقت الصلاة صلاة الجماعة وليسمعوا خطب يحيى على المنبر بأنه شيخ الشيوخ ومرجع العلماء بعد أبيه زكريا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة، أي الحكمة أي العلم، وآتيناه الحكمة الصبية آية. فكان هو أعلم العلماء بأحكام التوراة. جميع علماء بني إسرائيل يرجعون إليه في المعضلات، كما كان أبوه زكريا. فتعالى ننظر إلى موقف هؤلاء الذين هم يدعون أنهم مع الحق، أي مع زكريا ومع يحيى. ما هو موقفهم من قضايا الدين؟ فهل هناك من إقدام ومن شجاعة ومن بذل ومن ومن؟ لا والله. زكريا أبي يحيى حملت مريم بطريقة معجزة، نفخ جبرائيل في جيبها وتحرك عيسى في بطنها، وبعد سبع ساعات أو تسع ساعات ولدت بعيسى وجابت عند عرضها. طريقة واحدة. فأقبلوا يلصقون في وجه مريم ويقبحون فعلها ويقولون يا أخت هارون يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك
kita hidup ada jadi memberi kembali kejalani Allah. Mantuk sedih kamu, huwa sahibu kawiyye. Aku kaitan kami, akan di mahdi sabiyya, fa'asyarat ilayya, fa'asyarat وَإِذَا بِعِيسَى فَنَظَرَ أَمَا يَكْفِي هَذَا لِيَكُفُّ وَيُسَلِّمُ الْأَمْرَ لِلَّهِ فَسَجَدَ وَجَهَ إِنَّهُ وَالسَّاعَةُ وَالَّذِي يَقُولُ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أمرت الأمر مقامه أشياله لبعضهم بعض لا لا أي حبلا زكريا لنا فيها نزوج الأمة حتى على عليه غيره فمن عندها حبل وزوج ما زوج ما عندها لا بد عن زناتها وهذا هو الثاني أخيرا كثرة الفاحشة في تلك الأوساط الموضوعة وما أكثر السفهاء في بني إسرائيل وما يروح زكريا هدى الخفة أقول وين ربعة وين الجماعة وين بيشحن بيت المقدس وين بيأكلون النذور ويحفظون الأطعام والفلوس اليوم والقرب ويما إنهم قد خذلوا الروح المعروف وهم يعلمون الطهارة طهارة مريم وصدقها ومع هذا وقف من القضية موقف المتفرد حتى اضطر زكريا للهرب من بيت المقدس فتبعوه القضاة والسفهاء والتج منهم في شجرة ضاج جلدها وهذه معجزة شجرة جلدها تصب ويقص زكريا بها بطل جذعها بين ودخل داخل وطبق عليه الجذع ألا يكفي هذا معجزة وكفته؟ الحياد فالشيطان وياه في صورة شجر من الأحبار وقاصر الشجرة وجاب المنشار وخالف بين أسنان المنشار وأمرهم بأن يشيروا وشاقوا الشجرة من وسط جذعها فقطعوها وزكريا من وسطه فأين هم أنصار الحق الذين يدعون أنهم أهل الحق وأتباعه ما لهم فهذه موجب قصة زكريا هل تجد بأهل الحق من حس؟ نعم يحيى يناظر ويدافع عن أبيه وحده والواقع أنه حدث بيحيى كارثة من كوارث الزمان ففجيعته بأبيه زكريا العظيم من أكبر الفجائر ثانياً تهمة أبيه وما قدره به كرامته لكن عبد تولى الأطفال وزودهم قوة ما ينخذلوا ما ينخذلوا ما يصير رعدين ولذا بدل أن ينهزم يحيى أقام في منصب أبيه وقام بأعداء الدعوة لله وكان ضيفا ماضيا عزيما تسليما
ولعبد صاحب جنده علي براس يحيى بن زكريا وقوة عسكرية ركب الخيل وقصدوا دار يحيى راحوا البيت ما هو بيتهم وين قالوا لهم هو بيت المقدس يخطبوا في المصلين وفي الدعاة والعباد وفي زوار بيت المقدس فكان يحيى على المنبر وأمام عشرات الملوك في ذلك التصوير الوقت لكن للأسف مثل اجتماع الأحجار من غير بابه الله يقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كما هو عليه وضعنا إذا صار يوم الجمعة عم نروح المساجد شوف الروح على الروح وعلى ساعتها كل واحد مسوي لي مكان ولكن لو صاحت بهم صيحة ما رأيت منهم تيار والشيخ اللي بحمام تيبان قالوا تعالوا المنبر سيطر نفسه روحان القوم هم القوم الناس هم الناس والقوم ابناء القوم شيء يحسب لك دول من تظهر بين الخير والرجال من الجيش قد حاموا بالمسجد واعلموا طلب يحيى فبدل ان يلتفوا حول يحيى ويدافعوا عنه ويكونون اعوانا له اخذوا يخطون من ابواب المسجد هذا يجوز هذا ثالث ولما رعرع يحيى هزيمه القوم نزل من على المنبر وصار في رمال الناس وخرج هذا ماتوا أعوان عنه ماتوا أنصار للمواجهة ولما علم الجيش أن يحيى قد فر هذه من تبعوه لحتى صاروا معه في البر فصار يعبر بأبي وأمي وهم من خلفه أعداء من أتباعها أين الذين ينتمون إلى الحق وهو ينادي على هب ناصر على هب معين ولم يزل حتى دخل وادي نزل في وادي غير وادي وغاب عن اعين الجيش وغاب عن علي لكنه واصل العصر حتى لاحت له شجره وصعد على اعلاها ليشرق أخرج عن جيش عنها وهو بعد في الطلب تبين لها أن الجيش لم يزل من خلفه رأى بريق عشنتهم ولمعان حرادهم ورأى سواد الخيل وهي مقبلة إذا نزل من أعلى الشجرة يريد الفرار لوحدته إلا أن الجيش أدركه وقف متحيرا لا يدري ما يصنع يقول بعض الباحثين والمؤرخين ما انتبهوا إذا فرس جذابة نزلت من السماء فرس ملجأ مسرجة وهي تشير إليه براسها تعال واركب ظهري وإذا كان فرس أداة لإيصاله إلى محل مصرعه ركب ظهر الفرس واتجهت به الفرس إلى المكان الذي يريده الله له مرجع هذا والجيش يتابع السجن من خلفه
لحتى وصل يحيى إلى أرض الصلاح وقف الفرس به حتىه فلم ينحت زجره فلم ينزجر بعثه فلم ينبعث وإذا بهاتف من السماء انزل يا يحيى نزل مسلما امره الى الله نزل عن ظهر الفرس وارتفعت الفرس للسماء وظل واقفا وقد احتاط به الجيش يشرعون نحوه الرماح ويزجون نحوه الحمار وينمونه بالسهام حتى أدخلوا جسده وهو ينادي الهناصر على المعيد على هذا تقدم إليه طائف القاب فعله بحربة في صدره فغر يحيى يقوم به دمر ويتعثر على التراب ثم نزل اليه قائد الجيش وبرك على صدره واستنى حجما واخذ يذبح النبي يحيى عظيمة لكن فيها نواقص بالنسبة لمصيبة الحسين صحيح الذبح يحيى مثل ما الذبح الحسين وركب ظالم على صدره لكن بعد من حول نساء مكشفات مسلبات من حول أطفال والمفجعات طبعا ما أحد أما الحسين فهو يضطرب تحت كلكل الشمر وإذا بالنساء قد أقبلنا يقول لما الثانية ويرحمة وردت كل من الدهشة تهوي وتقوم وعلى عرض كثرة اللطف كله وحقيق بعد كتف الشمس ارتدت النجوم يتسابقن الى موضع ما خرب الحسين اشراه شنو شاف من النساء واذا بالشبر جاتي فوق صدر الطاهر يهدر الأوداد منه بالحساب الزهر فتساقط معرض بفؤاد الطاهر نادمات قائمات خل يا شمر حسين النسوان من حوله والأطفال بدون صدور
يا حبيبي لا نصبر عليك ضربني الشوق عاد يا بعد ابوي وعلى حوالي ادري موتك يا حبيبي موتك ما تخلي